خوتي اخواتي مشاهدينا الاعزاء، هنا كنشارك معكم في هذا الفيديو اللي غتلقاو على قناتي. هذا الساندويتش الرائع، ساندويتش اللي كيوجد باسهل طريقه كتوجدوه، كيتوجد في واحد المده اللي هي قصيره، مكونات بسيطه، كيصلح يعني الاطفال المدرسه او الخرجات العائليه. الساندويتش اللي هو رائع، او ديروا حتى العشاء كاسكروت اي حاجه، المهم انكم تعرفوا هذه الطريقه تكتشفوها، وما عليكم الا انكم تدخلوا الفيديو على قناتي وتشوفوا الطريقه وتشوفوا المقادير وتشوفوا بالاخص لاصوص اللي كتعطي واحد المذاق اروع لهذا الساندويتش. ما تنسوش الاشتراك في القناه. اترككم مع هذه الصور، دمتم في امان الله والى اللقاء. خوتي اخواتي مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام، ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده. خوتي اخواتي، في هذا الفيديو كنت نشارك معكم واحد الساندويتش نتاع لي باغيت، لي ميني باغيت. غادي نعمروهم ان شاء الله بالدجاج. هنا غندير معكم الدجاج. اول حاجه غادي ندير التخليطه نتاع الدجاج نشاركها معكم. غادي نحتاج واحد شويه نتاع الثومه، غنحتاج واحد شويه نتاع هذا الفروماج بلون كي تشوفوا فيه واحد المعلقه، غنحتاج للتبصيره فيها الكمون، فيها قزبر، فيها كركمه الا عندكم، الا عندكم الكيلي تاو ديرو، فيها البصل، فيها سكينجبير، وغادي نحتاج لسميتو واحد شويه نتاع المعدنوس نطحون. وباش نصاوب معكم لاصوص نتاع هذا الساندويتش غادي نحتاج الخيزو، خيزو هكذا محكوك، وغادي نحتاج لواحد شويه تاع الهريسه، غادي نحتاج لواحد معلقه صغيره نتاع الموطارد، وغادي نحتاج لواحد جوج معالق تاع مايونيز، واحد القطيره نتاع الخل، وغادي نحتاج لواحد شويه تاع الملحه هادي باش نصاوبوا لاصوص تاعنا. باش نعمروا الساندويتش تاعنا عندي الخس، عندي فلفله هنايا قطعتها طريفات وقليتها هكذا شويه، ما نقليهاش بزاف، هانتوما كي كتشوفوا راه باقي خضر شويه. عندي شويه تاع الزيتون اللي هو مرقد بالثومه هكذا قطعته طريفات، وعندي مطيشه خضراء قطعتها هكذا طويله، وعندي اللي فريت قطعتهم هكذا، غادي نقليهم بحال هاد الشكل هكذا، غندير فيهم دايره فيهم شويه تاع الملحه، وغادي نخليهم حتى يشربوا ديك الملحه مزيان، وغادي نقليهم. من بعد عاد غادي نديرهم فاس مزيانين. اخر مرحله هما الفريت اللي غادي ندير. وكيف قلت لكم لي باغيت، هنا اول حاجه غادي نبدا معكم هو هذا الدجاج ان شاء الله. غادي نبدا معكم دابا كي اشنو الترقيده اللي غندير ليه. غنرقد الدجاج، نخلطه ونخلطه مزيان بعد التبزيره وشي، وغادي نخليه واحد ساعه او ساعتين يرقد في الثلاجه. خوتي خواتاتي كي كتشوفوا هذا الدجاج هذا راه ديجا راه دايره فيه داك القوام تاعو، رقدته واحد الليله كامله. دابا غادي ندير عليه هذيك الترقيده نتاع سميتو باش نديرو ساندويتش، ونخليه ساعه ولا ساعتين ثاني يرتاح واحد شويه. اول حاجه غادي ندير عندي دا جوج طرجوس او ثلاثه تاع الثومه، غادي نحكم هكذا، غادي نكتفي غير بهاد جوج طريوس. الا عندكم الثومه صغيره سميتو ديروا ثلاثه بحال هاد الشكل هكذا. غادي نزيد واحد المعلقه نتاع هاد الجبن هذا اللي قلت لكم جبن الراعي، كناخذو غير بحال هكذا من البواطه، كيعطي واحد المذاق زوين. الا عندكم دانون مسوس ديروا، ولكن انا كيعجبني فيه هاد سميتو. غادي ندير واحد شويه نتاع الهريسه، واحد شويه هكذا، هنا غادي نزيد واحد شويه نتاع البزار، شويه نزيد واحد شويه نتاع الكمون، نزيد شويه نتاع القزبر مطحون، واحد شويه راس معلقه نتاع سكينجبير هكذا، ما تكثروش بزاف لانه ديك الريحه تاعو كتبقى بزميتو. غادي ندير الكوري الكركمه، عفوا الكوري اللي عندكم ديروه حتى هو واحد راس سميتو لانه كيعطي الريحه بزاف. هنا تندير الكركمه واحد نص معلقه،
نص معلقه تاع التبصيره اللي كتميتو. هنا غادي نعاود نزيد ندير واحد شويه تاع هاد الفلفله الحمراء مطحونه اللي شفتو، درت لها هريسه ونعاود نزيد واحد شويه من هادي. هذا هو اللي كيعطي للذه هذاك اللي سميتو ديك الحروريه، كتعطي واحد الذه لهاد القوام. نزيد واحد شويه تاع زيت العود، وغادي نزيد واحد شويه تاع المطرد هكذا، وغادي نخلط هاد الدجاج ونخليه واحد ساعه او ساعتين في الثلاجه. مشاهدينا الاعزاء، دابا غنبدا معكم لاصوص باش ما يجيناش الساندويتش تاعنا ناشف. اول حاجه كندير خيزو هكذا، واحد جوج معالق كبار خيزو محكوك، كنزيد عليه واحد شويه تاع الخل، كنزيد واحد المليحه واحد شويه باش ما يجيناش لاصوص تاعنا باسله، كنزيد واحد شويه تاع الهريسه غير شويه نص معلقه، كنزيد واحد شويه تاع المطارد. هادشي انا التخاليط اللي كندير، التخاليط اللي كنديرهم مهدوب، نتوما ما بغيتوش ماشي ضروري ديروا هادشي كله. وكندير مايونيز، المايونيز مهم بزاف، كنكثر المايونيز هكذا شويه هنا بهاد المرحله. ديك هاد لاصوص اللي نديرو لها كاع لي ساندويتش تاعنا، هنا كيبقى لكم الاختيار. الا كنتو بغيتو تعمرو الساندويتش تاعكم بالتون، غادي تزيدو الزيت نتاع التون في هاد الخليط. ما بغيتوش كنزيد انا زيت العود، ونزيد واحد شويه نتاع الماء، المهم على حسب اختيار تاعكم. انا كنزيد زيت العود، كتعطي واحد المذاق زوين لهاد لاصوص، ونخلطها بحال هكذا. تقدروا ديروا خيزو او ديروا حتى الخيار، لان حتى الخيار كيعطي سميتو. تقدروا تزيدوا معاه شويه تاع يوغورت، ولكن داك المايونيز يكون كافي مع هاد ملي كتخلطوا مع خيزو داكشي، احسن ما ديروا بوحدو التنبيه. عندكم الكيتشوب حتى هي كتزيدوا واحد شويه، حتى هي كتعطي داك المذاق، يعني مع عرفتوا المايونيز بان مع الكيتشوب كتعطي واحد المذاق زوين. نعاود نزيد واحد شويه تاع الزيت هكذا، لاصوص تاعي ها هي واجده. دابا غادي نمشي نجبد الدجاج تاعي ونطيبو ونعمرو الساندويتش تاعنا جميع، ونطيبو الفريد ونقدمو ساندويتش في الطبق النهائي. خوتي خواتاتي مشاهدينا الاعزاء، كي كتشوفو الدجاج تاعي من بعد ما رقد جبدتو، زدت عليه واحد المليحه ما درتهاش قبيله، عاد غادي نديرو زعما الخلا، غنديرو في الخلا مع نار شويه تاع الزيت. بعد ما يطيب الدجاج تاعنا غادي نرفعو باش نخرجو الساندويتش تاعنا. خوتي خواتاتي مشاهدينا الاعزاء، الفريت تاعي ها هي بحال طابت، باقي سخونه، عاد حيدتها من سميتو من فوق النار. عندي باريزين تاعي كي كتشوفو هاد لي باكيت هما قطعتهم هكذا، عندي لاصوص تاعي من بعد ما درتها في الثلاجه بردات شويه، الدجاج تاعي تا هو ها هو واجد، الخضره تاعي كي هي كلها واجده، وغادي شويه تاع المايونيز. وعندي هنايا هذا اللي هاد الفرماج اللي كتشوفو تاع الساندويتش، خديته من المرشان هذا، اول مره غادي نجربوه، ولكن ربما غادي يكون زوين في سميتو ساندويتش، لان كنشوف بان تيديروا به ساندويتش سميتو، ولكن انا شخصيا ما عمرني جربته. وهنايا هاد شويه تاع الزيت اللي قلت لكم فيه الثومه حتى هو غادي نزيدو. هنا غادي نبدا معكم كيفاش نعمروا الساندويتش تاعنا. اول حاجه حليت هاد الباكيت تاعي، كنحيد واحد شويه تاع الخبز باش ما يجينيش عامر كي كتشوفوا، كندير لاصوص تاعي، هاد لاصوص صدقوني كتجي زوينه رائعه صراحه، كتغلب اول حاجه ما كيجيش ناشف، وثاني حاجه المذاق تاع هاد لاصوص كتجي غزاله صراحه، كتجي غزاله في هذاك المايونيز، فيها خيزو، في هذاك سميتو الجبن، فيها زيت العود، كتعطي واحد المذاقات مختلفه، وكتزيد لهذا واحد اللذه في هاد الساندويتش. غادي نزيد واحد شويه تاع الخس هكذا، غنزيد شويه تاع خيزو، كنخدم غير بيدي هكذا حسن ليا، لانه كتجي شويه ثقيله الا درت نخدم بمعلقه وسميتو، كل واحد كيخدم بالطريقه اللي كتريحو. غندير واحد شويه تاع الفلفله اللي قلت لكم قليتها، غنديرها بحال هكذا شويه اولا تقليها، المهم هذه فلفله حلوه
غنزيد لي الطوماط. يعني هاد الساندويتش صراحه كيجي غزال غزال غزال. الانسان اللي عندك شي خريجات ولا مدرسه ولا اي حاجه كتديرو تخرج هكذا تدي معاك. غنزيد واحد شويه تاع الدجاج. المهم ما كيجيش ناشف، واحد يعني اش نقول لكم، واحد المذاقات مختلفه. يعني هذيك التبزيره وداكشي اللي درنا في الدجاج مع هذيك لاصوص اللي درنا في سميتو كتعطي واحد المذاقات رائعه زوينه. بغيتو ديروا البيض حتى هو مسلوق، انا ما درتوش، اختاريت ما نديروش لان هذا خضر في الكفايه، يعني كيكون عامر الساندويتش، تيكون عامر وغزال. هنايا غادي نزيد واحد شويه تاع الخس من الفوق كي كتشوفوا. غنزيد واحد شويه تاع الزيتون اللي قلت لكم مرقد بالثومه، كنديروا بحال هكذا، ماشي بزاف غير واحد شويه هكذا. الساندويتش تاعنا كي كتشوفوا ها هو عامر. هنا غادي ندير فوقه الفريت هانتوما. صراحه صدقوني جربوه جربوه، صراحه راه كيجي غزال غزال غزال. واحد الساندويتش اللي هو عامر وروعه في سميتو في المذاقات كيف قلت لكم. هنا غندير واحد شويه تاع المايونيز، غادي ندير ليه بحال هكذا. بغيتو ديروا المطار ديروه، بغيتو ديروا كيتشوب ديروا، انا عندي غير شويه المايونيز هكذا درت ليه من الفوق. وهذا هو الساندويتش تاعنا كي كتشوفوا. المهم هاد المايونيز درتو من الفوق باش يعطي واحد شويه تاع الرطوبيه من الفوق. هذا هو الساندويتش تاعنا كي كتشوفوا خوتي خواتاتي، مذاق رائع. من بعد غادي نشارك معكم حتى الباكيت كيف كنصاوبوه هانتوما. كيجي غزال، فيه لاصوص من داخل، يعني ما تيجيش ناشف ابدا هانتوما كي كتشوفوا. فيه الخس، فيه خيزو، فيه كاع جميع الخضور اللي سميتو انواع الخضره اللي هي طريه، يعني صحي وشي حاجه اللي هي زوينه وكتوجد بسرعه. يعني حاولوا تجربوه بهذه الطريقه خوتي خواتاتي مشاهدينا الاعزاء. غادي نتلقى معكم في التقديم النهائي، ما تنسوش الاشتراك والتشجيع في القناه. اترككم في امان الله والى فيديو قادم باذن الله. خوتي خواتاتي مشاهدينا الاعزاء، كي كتشوفوا دابا الساندويتش تاعنا ها هو وجد، ساندويتش رائع. كي كتشوفوا هنايا الفرماج ضفطو غير من الفوق، كي اللي ما كيبغيش الفرماج درتو بهذه الطريقه، اللي ما بغاش يعني ساهل باش يحيدوه. عندنا في العائله اللي ما كياكلش الفرماج درتو هكذا دي بتي غولو وزدتو من الفوق، من فوق الفريت مع المايونيز. ساندويتش كي كتشوفوا ها هو عامر رائع، جربوه خوتي خواتاتي بهذه الطريقه. وما تنساوش ترطوا عليا في الكومونتير كي جاتكم لاصوص، لانها طريقه مبتكره، الطريقه تاعي انا باش كنصاوب لاصوص تاعي، اول مره كتكون في على اليوتيوب تقريبا. خوتي خواتاتي هذا هو الساندويتش تاعنا كي كتشوفوا، كيصلح كيف قلت لكم المدرسه، خريجات مثلا في الويكاند ولا سميتو مع العائله. جربوه وما غاديش ندموا، وما تنساوش اشتراك في القناه والتشجيع. أترككم مع هذه الصور، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.